السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلامذتي الأعزاء، مرحبا بكم في مكون جديد ودرس جديد من مادتكم مادة اللغة العربية. مكوننا لهذا اليوم هو مكون التراكيب، ودرسنا تحت عنوان الجملة الفعلية مع الفعل الماضي. نبدأ أولاً بهدف الدرس، ألا وهو تعرف الجملة الفعلية مع الفعل الماضي. نعم، تعرف الجملة الفعلية مع الفعل الماضي. نبدأ بأول محور، هو محور أقرأ. نقرأ معاً الجملة التالية: قصد الزوار المنتزه. قصد الزوار المنتزه. ننتقل الآن إلى محور ثاني، وهو ألاحظ وأكتشف، ونبدأه بسؤال، وهو بما ابتدأت هذه الجملة؟ جملة قصد الزوار المنتزه. إذن ابتدأت جملة قصد الزوار المنتزه، ابتدأت ب نعم بفعل. هذا الفعل هو نعم ما كتب بلون مغاير، هو فعل قصد. فعل قصد في أي زمن هو؟ هل هو ماض أم مضارع ينتهي بضمة ويبتدئ بحرف من حروف المضارعة، أم أمر ينتهي بسكون؟ إذا فعل قصد هو في زمن نعم زمن الماض. ما الذي نعنيه بزمن الماض؟ زمن الماض هو حدث وقع بالأمس. حدث أو فعل وقع متى؟ بالأمس. لأننا يعني قلنا المضارع هو الحاضر وهو الآن، أفعال قمنا بها الآن ونقوم بها الآن في الحاضر، والأمر هو طلب. الماضي الآن والذي نعني به حدث وفعل وقع متى؟ بالأمس. فعل قصد ما علامته الإعرابية؟ فعل قصد ما علامته الإعرابية؟ علامته الإعرابية هي الفتحة. نقول فعل ماض مبني على الفتح. نعيد، فعل ماض مبني على الفتح. نعم. الآن ننتقل إلى محور آخر، وهو الاستنتاج. نبدأ بأول استنتاج استنتجناه، جملة قصد الزوار المنتزه هي جملة فعلية تنتهي بماذا؟ بفعل ماض. ماذا نعني بالفعل الماض أو زمن الماض؟ هو فعل وقع بالأمس. هو فعل وقع متى؟ بالأمس. نعم، هذا الفعل الماض قلنا علامته الإعرابية هي الفتحة، وعندما نقوم بإعرابه مثلا نقول فعل ماض مبني على الفتح. نعم، الآن
ننتقل إلى تمرين تطبيقي. أنقل التمرين التالي في دفتر المنزل وأجيب. السؤال هو كالتالي: أضع سطرا تحت الأفعال الماضية مما يلي. عندنا أفعال: يزور، عاد، العب، سمع، يتدفق، سار، اكتب، انطلق، يروي، رأى، لعب. الفعل الماضي هو الذي سنسطر عليه. باقي الأفعال التي هي غير ماضية لا نسطر عليها. إلى هنا تلامذتي الأحباء، نأتي على نهاية هذا الدرس. شكرا على المتابعة، ونلتقي في مكون آخر ودرس آخر بإذن الله.